وللحديث عن وجبة المساعدات الجديدة التي قدمتها هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى في الموصل، معنا من أربيل الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى. أهلا ومرحبا بك دكتور ناصر. حياكم الله سيدي الكريم، حياكم الله، يا مرحبا. هلا وضعتنا في تفاصيل الحملة الأخيرة التي جرت في مخيم حسن شام الثالث شرقي مدينة الموصل. بعد سلسلة من الحملات التي قدمتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين، وكذلك بالتعاون مع فروع هيئة علماء المسلمين، وكذلك هنالك حملات جرت بالتعاون مع مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية، قدمت منظمة أم القرى سلسلة من الحملات بدأتها مرة أخرى واستأنفتها في مخيمات النزوح التي تشهد اليوم عودة عكسية لأهلنا النازحين من مناطقهم الأصلية إلى مخيمات النزوح بالنظر لعدم وجود الرعاية الكاملة، وكذلك لعدم وجود العيش الآمن في مناطق العودة إلى السكن الأصلي. اضطرت الكثير من العائلات العودة إلى مخيمات النزوح بعودة عكسية، ولذلك جاءت هذه الحملة التي قدمتها منظمة أم القرى بالتعاون مع قسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين لتقدم 500 من حمالية على العائلات النازحة في مخيم حسن شام الثالث الواقع في قرية سيف دينان البعيدة عن الطريق بشكل بعيد قد لا تصله المنظمات الإغاثية. يقطن هذا المخيم عدد كبير من العائلات وهو يقع بمنطقة الخازر شرق الموصل، ولذلك جاءت هذه الحملة المقدمة من المنظمة بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين. تواصل أو تواصل الحملات الإغاثية على أي مدى يحفز العائلات في هذه المخيمات على الصمود مع استمرار تداعيات فيروس كورونا في البلاد؟ حقيقة هنالك ظروف مركبة على النازحين، هنالك عزوف وتقليل الجهد الإغاثي المقدم من الجهات الحكومية المسؤولة، ثم جاء ظرف كورونا، ظرف الوباء وانتشاره، لذلك يؤثر سلبا على المنظمات الإغاثية التي عزف الكثير منها من تقديم الجهود الإغاثية. كذلك هنالك عدد كثير من المناطق حالها كحال جرف الصخر يمنع اهلها من العوده الى مناطق السكن الاصلي، ولذلك هنالك عوده عكسيه جاءت الى هذه المخيمات. مع هذه الظروف هنالك تقصير كبير من الجهات الاغاثيه الحكوميه المسؤوله، وهنالك تقصير كذلك ملموس من المنظمات الاغاثيه التي حقيقه لا تريد ان تجازف بكادرها الاغاثي ولا تريد ان تجازف بجهدها الاغاثي مع اشتداد اعداد الاصابات المرتفعه قياسيا في العراق، وكذلك خشيتها على الكادر، وكذلك الظروف التي تترافق مع شده انتشار الوباء، ولذلك هنالك قله في الدعم الاغاثي لهؤلاء النازحين، لكن هم يتحملون هذه الظروف لانهم ليس لهم الا البقاء في المخيمات، الكثير منهم لا من هنالك جيوش من الارامل والايتام في هذه المخيمات. لا يجدون معيلا وليس لهم معيل، ولا كذلك يجدون الدعم الإغاثي، هم يصبرون على انقطاع الكهرباء على أشهر طويلة جدا، أغلب ظروف الصيف الحار شديد الحرارة، هنالك تقصير كبير حتى في تزويد المخيمات بالكهرباء. هم يتحملون هذه الظروف حقيقة، الظروف المعيشية الصعبة، لأنهم ليس لهم بديل عن هذه المخيمات ولا عما تقدمه لهم، على الرغم من يعني وجود جهد لإدارة هذه المخيمات في مخيمات كردستان مثلا، هنالك جهد متميز حقيقة، لكن ليس بالجهد المطلوب الذي يتناسب مع احتياج العائلة النازحة في هذه المخيمات. ما المطلوب اليوم من المنظمات الأممية مع هذه الحالة المتردية للنازحين في محافظة نينوى حسب مشاهداتكم؟ ربما هنالك بعض المنظمات تتسوق مع تقارير خادعة على أنه هنالك إعادة للنازحين مع تهيئة الظروف الآمنة لهم في مناطق السكن الأصلي، ليس بالصحيح. ولكن بالاتجاه المقابل ينبغي على المنظمات الإغاثية أن تعلم يقينا
أن هنالك خداع كبير في التقارير التي تقدم لهم بأن كثير من النازحين قد عادوا. لا أبدا، هنالك عشرات الآلاف من العائلات ما زالت نازحة، وكذلك الإغلاق القسري الذي تم في كثير من المحافظات لم يكن متوافقا مع الاتفاقات الدولية ولا مع الظروف التي ينبغي أن تتوفر للنازحين لكي تتهيأ لهم عودة آمنة للسكن الأصلي. ينبغي على الجهات الإغاثية أن تطلع ميدانيا على أحوال النازحين وتتعرف على ظروفهم الجديدة. هنالك عودة كبيرة للنازحين ومن مناطق السكن، وكذلك من المناطق التي يمنع أهلها من العودة إليها، مثل جرف الصخر، الصينية، البحشمة، يثرب، وعشرات المناطق هنالك حالها كحال جرف الصخر، لكن التقارير الإعلامية المحلية لا تصرح بحقيقة ما يجري في هذه المناطق. ولذلك ينبغي على هذه المنظمات أن تجري تقارير ميدانية واطلاع ميداني على أحوال النازحين لكي تقدم وتستأنف جهودها الإغاثية، لأنهم بحاجة ماسة ولأنهم بحاجة ماسة جدا لتقديم الجهد الإغاثي والدعم الإغاثي لهم. طيب دكتور، هل هنالك حملات أخرى قادمة في أجنداتكم، وإلى أي مدى بات مطلوبا اليوم توسيع نطاق هذه الحملات مع بداية الدوام الرسمي في المدارس العراقية؟ نعم، نحن على تواصل مع العائلات النازحة في المخيمات وخارج المخيمات، وحتى الذين خرجوا من المخيمات وعادوا للسكن الأصلي على تواصل معهم لكي نطلع ميدانيا، وقد كذلك نذهب إلى المناطق التي قد عادوا إليها، فنجد أن هنالك تقصير كبير، وكذلك نعرف جيدا بأن أعداد النازحين في هذه المخيمات ما زالت موجودة لأنهم ممنوعين من العودة إلى سكنهم، وكذلك هنالك مخاوف كبيرة جدا تكتنف أحوال النازحين في حال العودة إلى بعضهم إلى مناطقهم. ولذلك نقدر عاليا هذه الاحتياجات، ولذلك قدمنا ونستأنفنا مرة أخرى بجهود مضاعفة لتقديم الجهد الإغاثي لأهلنا النازحين في مناطق النزوح، وكذلك في مناطق التهجير، وكذلك في مخيمات النزوح التي تأوي إليها الآلاف من العائلات النازحة لهذه المخيمات. نعم، الناطق الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.